ماير سونتيم. إذا بمشاهدينا عودة من جديد في فقرة الاقتصاد، موضوعنا متعلق بسوق الأثاث في الجزائر، المابل اللي ارتفع بأسعار قياسية بعد ما تم إدراجه في قائمة 851 مادة ممنوعة، 5 ملاير سنتيم أو دينار لإنشاء مصنع للأثاث. هو التصريح، أول تصريح لأدلى بها ضيف مدينة بشيري في الكواليس. صباح الخير مدينة. صباح الخير زميلي محمد، صباح الخير مشاهدينا الكرام. أكيد أنه أسعار الأثاث شهدت ارتفاع كبير منذ بداية 2018، وهذا الارتفاع ما كانش غير مع بداية 2018، بالعكس بل هذا الارتفاع كان بدا في 2017 بعد ما قررت الحكومة المنع النهائي لاستيراد الأثاث إلا بعض الأنواع الصغيرة هي فقط اللي كانت تدخل الموانئ الجزائرية السنة الماضية. وهذا القرار تاع الحكومة أيضا تخلف إلى تشكل أزمة كبيرة عند المصنعين المحليين بعد أن قررت منع استيراد الخشب اللي كانت خلات عودة فتحة المجال مجددا نهاية 2017، وممكن أنه المنتجين تنفسوا الصعداء مع نهاية 2017 وباشروا 2018 مع التصنيع. لكن يبقى مشكل كبير تاع الأثاث أنه الأسعار ارتفعت بشكل كبير، كاين ندرة كبيرة خاصة في غرف النوم اللي رانا نشوفوا أنه الإنتاج المحلي ما يلبيش طلبيات السوق إلا بنسبة ضئيلة لا تتعدى ربما 5% حسب التصريحات الرسمية. ننطلقوا لهذه المشاكل تاع سوق الأثاث وكل ما يتعلق بمادة الخشب مع ضيفي عضو اللجنة الوطنية لقطاع الأثاث السيد جابر. صباح الخير سيدي، وشكرا على تلبية الدعوة. نشكركم على الاستضافة. صباح الأنوار سيد جابر. بداية، وش ماذا يحدث في سوق الأثاث؟ على هنا نشوفوا هذه المضاربة الكبيرة اللي بدأت في 2017 ورانا نشاهدوها حتى مع بداية 2018. أنا يعني منذ سنوات طويلة هنا نستناو قرار سيادي كما هذا اللي بوقف الاستيراد للأثاث الجاهز، ولكن وقف الاستيراد هذا كان من المفروض يكون عنده تحضيرات، لازم تخلق البديل باش توقف الاستيراد. المشكل أنه القرار جاء فجائي تعسفي، نقدر نقول لك باللي المستوردين خسروا دراهم كبار اللي ممكن السلطات ما على بلاش بها. مثال، ما كان حتى مصنع في الخارج يقبل باش يدير لك لا ديمون تاعك بلا ما تفرسي له مثال 20 ولا 30%. الجزائريين راحت لهم هاد 20 ولا 30% بسبب القرارات الفجائية. وزيد فوق هذا الشيء أغلبية المستوردين راهم كارين المحلات، راهم كارين المستودعات، راهم شارين ماتريال. يعني دول القرار الفجائي هذا كلف المستوردين خسائر ضخمة، يعني كاين ممكن حتى اللي راحوا للإفلاس. انت كمستورد مثلا شحال كلفتك الخسائر القرار هذا؟ شحال كلفكم الخسائر؟ هي اولا انا يعني ادير المعرض الدائم للأثاث، مانيش مستورد، ادير المعرض الدائم. مثلا مستوردين اصحابك اللي تعرفهم خسروا كثير، كاين اللي ممكن حتى خسر 10 ملاير. وزيد ما يخفلكمش بلي حتى لي كونتينر اللي لحقوا للميناء وتعطلوا ممكن شهر ولا شهرين، شكون اللي كان يخلص الميناء؟ كل يوم كنا نخلصوا لي شارج تاع الميناء. يعني القرار هذا هنا ثمناها، يعني عجبنا القرار هذا باسكو قادرين نتوجهوا للتصنيع لو الدوله تسهلنا وتوفرنا مناخ للاستثمار. اول شيء طالبنا به هو انه يلغي رخص الاستيراد بالنسبه للمواد الاوليه، والحمد لله يعني السيد الوزير محمد بن ملادي استجاب للمطلب هذا، ولا ذوك الخشب ومشتقاته يعني اللي حاب يستورد عادي. يعني هذه النقطة الأولى ما شاء الله. النقطة الثانية، اللجنة تاعنا قدرت يعني تستقطب أكثر من 130 مستورد اللي راهو مستعد تمام الاستعداد، يعني بإمكانياته المادية وبالخبرة اللي اكتسبناها من خلال التجوال. يعني المستوردين راهم زاروا الصين، زاروا الهند، زاروا ماليزيا، زاروا تركيا، يعني زرنا أكثر من 20 دولة من الدول الرائدة في إنتاج الأثاث، حتى وين ولات عندنا الخبرة ولينا هنا نعطوهم التصاميم باش ولينا هنا نصمموا غرف نوم الأطفال وكل شيء. يعني 130 مستوردة وحاب يتوجه للتصنيع بدل الاستيراد بعد ما شددت الحكومة الخناق ربما على كنا احنا نستوردوا 400 مليون دولار سنويا من الأثاث ربما أكثر من ذلك. هذا يعني أنه عندهم قابلية يتوجهوا مثل الاستيراد إلى التصدير، مستعدين تمام الاستعداد، حتى يعني مستعدين من ناحية المادية، يعني مستعدين باش يديروا هذه المصانع بإمكانياتهم المادية.
ودعوا ملف لدى وزارة الصناعة باش يتحصلوا على الرخصة والعقار الصناعي وكل ما شابه. هي أول شيء احنا عملنا لقاء مع والي ولاية بومرداس اللي رحب بالفكرة لإنجاز مدينة صناعية للأثاث، مدينة مثالية، مدينة بالمواصفات العالمية، يعني فيها المصانع ومصانع المناولة، يعني ما تخدمش غير الأثاث، الأثاث، تجهيزات البلاستيك، تجهيزات الحديدية، صناعة الزجاج، يعني فيها كل. مازال ما تحصلتوش على الموافقة لحد الآن يعني، كانت عندنا موافقة أولية من عند والي ولاية بومرداس، يعني صار لنا فترة تاع 4 أشهر من اللي أنا ديبوزي لي دوسي، مي لحد الآن الله أعلم، نضمنوا إن شاء الله نتفائلوا خير، بالك ممكن نايف الدراسة، مي فترة تاع 4 أشهر كاين الكثير منا اللي توجه لقطاعات أخرى. لكن هل الإنتاج الوطني يقدر يلبي حاجيات الجزائريين كامل، ولا شحال هي ربما نسبة التغطية الوطنية، نسبة تغطية الإنتاج الوطني للسوق الوطنية؟ مع وقف الاستيراد اولا لازم نصنفوا قطاع الاثاث الى صنفين. كاين صنف الورشات اللي يصنع الصالونات ومثلا تجهيزات المطابخ. نقدر نقول لك باللي قرارات وقف الاستيراد راح تشجع الورشات هذه، وفي الوقت الحالي قادره تغطي الطلب الوطني بنسبه 100%. اما بالنسبه لصنف المصانع فنسبة الإنتاج نحن في اللجنة عملنا إحصاء لا تتعدى 5%، يعني نتحدث على بالنسبة لغرف النوم اللي كنت تشاهدوا فيها، غرف نوم الأطفال، الأسرة، تجهيزات المكاتب، يعني الخزانات، هذو كامل ما عندناش، الكراسي ما عندناش، مصانع لا توجد، لا توجد مصانع لصناعة حتى ربما كان بعض الورشات. لكن مدينة، أنت تحدثتي في نقطة مهمة وهي هل تحقيق الاكتفاء الذاتي، أيضا فيه نقطة مهمة لتهم المستهلك الجزائري هي النوعية، لاكاليتي يعني في المبل. هل اليوم المصنع الجزائري قادر يصنع أثاث في نفس النوعية وال يعني الاحترافية للأثاث نجيبوه من الخارج؟ هنعرفه، أنت تعرف أن سوق الأثاث فيه يعني لكاتيجوري، عندك الأثاث اللوكس، عند اللوكس عندك العادي، عندك تحت العادي. هل اليوم الأيادي الجزائرية قادرة أنها تصنع الأثاث بهذه المواصفات العالمية؟ نعم بطبيعة الحال، هنا عندنا الخبرة، الخبرة موجودة والكفاءات موجودة، ولكن الوسائل غير موجودة، لأنه عالم الأثاث صارت فيه قفزة نوعية، يعني كاين بعض الماكينات الحديثة اللي سعر تاعها خيالي، اللي لازم نقتنيوها باش تكون عندنا جودة وبالمقاييس العالمية. استثمار هذا يعني. وشي هذا اللي طرقنا ليه واللي هنا رانا مستعدين باش نحققوه اذا كان يعني السلطات رافقتنا في المشروع. لكن هناك انواع، بعض انواع الاثاث الجزائري راهي تروح حتى لاوروبا، هضرنا على هذا الورشات الصغيره ربما فيه الارائك، رانا عندنا تحقيق اكتفاء ذاتي، وحتى راهم يصدروا بعض المصنعين المحليين الى اوروبا. عطينا تفاصيل اكثر، شكون هي الدول من غير مالي والدول نعم الافريقيه؟ هنا بالنسبه لصنف الصالونات يعني الارائك، نقدر نقول لك بلي كاين اكثر من 2000 ورشه على التراب الوطني. يعني تجي باش تصنع صالون يعني ما يكلفكش كثير، ما لازمش كما يقولوا ماتريال غالي وكذا، لازم اليد العامله، اليد العامله المؤهله موجوده. لهذا الشيء قدرنا نبداو نصدروا لبعض الدول، يعني بالنسبه لصنف الصالونات، صنف الصالونات عندنا اكتفاء ذاتي. الشيء اللي نطالبوا به، وعلاش الحكومه ما وقفتش استيراد الصالونات؟ هذا الشيء اللي ما فهمناش. انا اقول لك على الحكومه ما وقفتش استيراد الصالونات بناء على تجربه شخصيه. مدينه خدمنا صالون محلي الصنع عند ورشه في منطقه معينه من العاصمه، ما نحكيوش الاسم باش ما نديرلهمش بليسيتي، لكن المشكل انه حتى المنتج المحلي احيانا ربما تلقاه السعر ما يختلفش بزاف على السعر تاع المستورد، لكن يخدم لك مخده كبيره على مخده، تقول له خدمها لي من عاود يخدمها لك من هيه. نعرفوا احنا المشكل اليوم غياب الاتقان يعني تاع العمل. ممكن كاين بعض الورشات اللي شوهت الصوره، ولكن شنو نقول لك عليها، يعني في اغلب المحلات في العاصمه ولا في وهران ولا في العلمه، رانا درنا طريقه جديده للتعامل لكسب ثقه المواطن، انه تعطيني مقدم 10% وتخلص الصالون لما نجيبه لك للبيت. كي نجيبه لك للبيت وتشوف وتقنع به تكمل تخلص في البيت ديالك، يعني هذا هو السبب اللي خلانا نقضيو
على المنافسه الاوروبيه ولا الصينيه. لكن ما تشوفش حتى الاسعار متقاربه، يعني انا لما نروح نخدم الصالون المصنوع محليا ونشوف الصالون التركي اللي معروف بالعلامه الجوده تاعو بعلامه معروفه جدا، ربما كيكون سعر متقارب يعني نفضل ان نجيب المستورد اضمن، لانه مدى مصنوع محليا وبتقني وكما تقول تب مواد محليه ربما اللي تجيب التكلفه تكون اقل. هي بالنسبة للتكلفة ما يخفلكش أنه هنا القماش اللي نستعملوه في صناعة الأرايك نستوردوه، البونج كذلك يعني نستوردوه، يعني هنا رانا نستوردوه وكما يقولوا نصف مصنع نصف مصنع. وزيد عندنا أن أفونتاج واحد آخر هو أنه البنايات في الجزائر ما عندهاش معايير محددة، يعني باش تقدر تستورد صالون بمقاييس محددة. هنا رانا نخدمو سير ميزير، نخدمو سير ميزير وميم طون تجي لعندنا نجبد لك كتالوج تاع 2000 لون، يرفد لك 2000 لون وبعد لما تخير هذا ما كاش يعني ومشاكل. يلا نمر زورنا وشوف الجودة نمروا لاراء المواطنين وبعض التجار حول الاسعار. درنا جولة شفناهم كانوا يستطلعوا الاسعار الاثاث في بعض المحلات، نتابعوا اراء التجار والمواطنين ونعاودوا نعلقوا على الاسعار اللي ارتفعت بشكل كبير. لامبورتاسيون حبس و ان ميم طون لي زامبورتاتور زادوا في لي بري، سي بور سا راك تشوف لي بري زادوا طلعوا بزاف. يعني مثلا تشوفي ان صالون كونفرتي اون لي 80000 دينار، مو جي تروفي كي سيتي ان بيتي بو شير بارابور باغ اكزومبل، مي كي تشوفي بلي يعني ان دوزون ام مانيش عارف، يا نورمالمون لو كومبيني يكون شويه رخيص. والله بور مو سي تري تري شير، بور ان جون واحد اللي حيتزوج بو با. كون تروح تشري برا ولا حاجه يقول لك لازم كاش، كاش الانسان ما يقدرش مع الزمان اللي رانا فيه هذايا، وينسان على بالك كيما حنايا لي روتريتي مع مي خدامين راهم يخدموا ما يلحقوش. شفت لي بري تما ما نقول لك غاليين بزاف، ما نقول لك رخاص، تما راهم في سومه يعني معقوله اخي. علاش كي تحب تشري حاجه ولا زعما باغ اكزومبل باطي مع شغل الدير وكذايا تقدر شغل ينقصوا لك في لي ميزور، ينقصوا لك في كذا. نروحوا لشومبر اكوشي، شوفوا نسبة الزيادة. احنا شفنا انه اغلب المواطنين شكاوا من الارتفاع، انه ماشي كلش راهو في متناول الجميع. شفنا ارتفاع كبير دوكا باش واحد ولا كوب لي شري اون شومبر اكوشي كنا نشوفوها ب 15 14 مليون، شفناها البارح 25 مليون، ما كاش اقل من 20 مليون. ما هو على هذا الارتفاع وشحال زادت زيادة من 2000 مع بداية 2018؟ شفنا في زيادة كانت في 2017 ديجا، والان مع 2018 كاين زيادة اخرى، علاه وشحال هي نسبة الزيادة؟ هي بطبيعة الحال ارتفاع الأسعار تخضع إلى العرض والطلب. هنا كي نشوفوا أنه الاستيراد توقف بالنسبة لغرف النوم، ونشوفوا باللي نسبة الإنتاج الوطني لهذه الأصناف لا تتعدى 5% في الوقت الحالي، ممكن تطلع شوية، ممكن حوالي تلحق حتى 10%. كي نشوفوا أنه أغلبية الأصناف الموجودة في المحلات اختفت من السوق، اختفت من السوق، بقات الا بعض الاصناف، والاصناف هذه اللي بقات لوجيكمون يرتفع السعر تاعها. نسبه الارتفاع بعض الاصناف لحقت حتى ل 60 70%، المتوسط هو 40%. يعني ما ننساوش باللي فتره الاعراس بدات والناس بدات تتجهز، يعني هنا الشيء اللي نطالبوا به انه لو كان وزاره التجاره ترخص لنا فقط استيراد غرف النوم الى غايه انشاء المصانع. كان لكم على ذكر وزاره التجاره، كان لكم لقاء مع السيد محمد بن مرادي وزير التجاره قبل ايام، كيفاش كان اللقاء؟ وهل وعدكم انه راح يفتح ربما يفتح لكم المجال باش تستوردوا بعض الاثاث اللي راه كاين يشهد نقص كبير في السوق الوطنيه؟ انا اولا نشكر السيد الوزير على يعني اللي استقبلنا وسمع الافكار ديالنا، وثاني شيء نشكروه على ترخيص استيراد المواد الأولية، يعني هذا هو المطلب الأهم اللي طالبنا به. وشيء ثاني اقترحنا عليه بشي اقتراحين، يعني الاقتراح الأول وقف استيراد الصالونات لأنه عندنا اكتفاء ذاتي، وحتى توصلنا وين بدينا نصدره لبعض الدول. والاقتراح الثاني هو ترخيص استيراد غرف النوم إلى غاية انشاء المصانع. كيفاش كان رد الوزير؟ الرد الوزير قال يعني كاين لجنه وزاريه مكلفه بدراسه تمويل السوق اللي رانا في اتصال مباشر معها، باش ممكن نهايه شهر فيفري على ما اظن راح تكون قرارات جديده، ممكن يزيدوا يوقفوا بعض الاصناف
ويرخصوا بعض الاصناف. لكن ما تشوفش انه وقف مثلا استيراد الصالونات هو ضرب لحق المستهلك؟ لانه اليوم انا كمستهلك جزائري نحب نشوف كامل السلعه في السوق، هذا هو السوق، يعني اقتصاد السوق يكون هكا، وانا نخيل نحب نشري المستورد مدينه التركي ولا الماليزي ولا الجزائري المحلي مصنع في الصفصافه ولا في العلمه كما قلت انت. والله انا لو كان نروحوا نشوفوا احصائيات تاع وزاره التجاره بالنسبه للاستيراد الصالونات راهي انخفضت الى 10%. كي تجي تشوف انت في الفتره تاع 3 سنين ولا 4 سنين هذه فاتوره الاستيراد بالنسبه للصالونات انخفضت الى 10%، تفهم باللي المنتوج الجزائري راهو ينافس المنتوج الاوروبي. في تصدر لاوروبا؟ بدات تصدر لاوروبا، نعم. وشنو هي الدول اللي راكم تصدروا لها حاليا؟ فرنسا. فرنسا؟ فرنسا بدا نعرف 3 ورشات بداوا يصدروا لفرنسا. من غير غرف النوم اللي راهي تشهد ندره، وشنو هي انواع الاثاث اللي راهي ترخص بها وزاره التجاره باش تدخل الموانئ الجزائريه؟ يرخصوا مثلا الطاولات بست كراسي، يعني الطاولات الصغيره ممنوعه بصح الكبيره مسموحه. رفوف الاحذيه، حاملات البلازما، مبل تي في، هذا مكان، يعني بعض الاصناف فقط. بعض الاصناف مثلا غرف النوم الكبار والصغار غير مرخص بها، المكاتب، تجهيزات المكاتب، الخزانات، الكراسي ايضا، الكراسي مشكل كبير، ما عندنا حتى مصنع في الجزائر ينتج الكرسي. انا نستوردوا حتى الكراسي زي ما لا المشكل في الكراسي انه يتكسر لك اليوم كرسي تاع موديل معين ما كاش البال غير الصالونجي تاعك. عفوا محمد، اذا رخصت وزاره التجاره باش نعاودوا نستوردوا غرف النوم، اللي رانا نشوفوا العديد من الشباب المقبل على الزواج كامله راهم يشكوا من الارتفاع الكبير، شحال ربما راح تنخفض الاسعار اللي شهدت ارتفاع كبير؟ اذا طول لكم الرخصه شحال راح تولي الاسعار؟ الاسعار اقل شيء راح تنقص ب 30-40%، اقل شيء، يعني في فتره تاع ممكن شهر ونص، لانه الاكبر بلد نستوردوا منه الغرف النوم هي تركيا، والمده هي 15 يوم، يعني من ميناء تركيا ميناء الجزائر 15 يوم، يعني بين لا كوموند والميناء وتخرج السلعه من البور شهر حتى لشهر ونص تنخفض الاسعار تاع تولي الى كما كانت في 2016. ان شاء الله تكون هذه بشره للجزائريين المقبلين على الزواج. نديروا كيما واحده تجربه تاع الشاب تاع وهران اللي شفتها في الفيسبوك، اللي بنى غرفه نوم بنى غرفه نوم تاعو، بنى البونك وحط فوق المطله، والناس حتى اليوم لا توندونس راهي دريسينغ مع البونك، يعني حتى الكوافيز نحاوها ولي طابلين الكوافيز، وممكن حتى الخزانه نحاوها. من المشكل الكبير انه رانا نشوفوا بلادنا ما شاء الله، يعني راهي برنامج السكن كل يوم نشوفوا يمدوا السكنات وكذا، هل ترى الدولة عملت حساب لهاد السكنات كيفاش راح تتجهز؟ يعني كيما هل ترى هل تسير السيارة بدون وقود؟ من المحال. إن شاء الله أن هذه الأمور تتغير وتتغير الأحسن بالنسبة للمستوردين وأيضا بالنسبة للمستهلك. نشكره كثير مدينة بشيري على هذه الفقرة، وأيضا السيد جابر بن ستيرة، ونتمنى لكم كل التوفيق وتحسنوا أكثر في نوعية المنتوج الوطني. إن شاء الله. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج الشروق مورنينج، فاصل ونواصل.